هاد الوقفه اللي كاينه الان خلفنا كتجي في اطار البرنامج النضالي اللي رفعته الجامعه الوطنيه للصحه تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، كرد منها على السلوك الغير 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 مسؤول لوزير الصحه، لاننا في الوقت اللي كنا كنستناو من المسؤولين ديال الوطن بصفه عامه وخاصه المسؤولين القائمين على الوضع الصحي انهم يراجعوا حساباتهم ويراجعوا سياساتهم خاصه المتعلقه بالسياسات الصحيه في البلاد، الا اننا نتفاجأ انه بالرغم من تفشي ظروف الجائحه ومن رغم كل تضحيات الجسام اللي كتقدمها الشغيله الصحيه، الا ان القائمين على الشغل الصحي لا زالوا يفكرون بعقليه الامس. الوزير في خضم الجائحه وفي خضم التضحيات كيجي وكيلغي العطل السنويه وكيطلب من الموظفين اللي كانوا في عطله انهم يرجعوا في 48 ساعه بدون ادنى اعتبار لا للمشقه ولا للتعب لا للشغيله ولا لعائلتهم. الحوار الاجتماعي هو حوار الان داخل في عنق الزجاجه، حوار مسدود، ولعل اكثر دليل كان الاسبوع الفريض كان جلسات او ما سمي باللقاءات الاخباريه اللي جات كلها بلغه الخشب بلغه فضفاضه. الان حنا كشغيله صحيه نندد بما يقع ونتوعد المسؤولين باننا اذا لم تتم الاستجابه لمطالبنا العادله والمشروعه فان كاين حل واحد هو الحل ضد التصعيد. وتحيه نضاليه.